مرحبا، معكم إيهاب حسون من جامعة المنارة من طرابلس. اليوم رح يكون تالت درس لنا بالكونسل مالتي فيزيكس 5.2. اليوم رح نتعلم كيف نخلق جلوبال ديفينيشن لجلوبال باراميتر، كيف نستخدمهم، كيف نخلق الشيء، كيف نعمل ديفينيشن لماتيريال، كيف نقدر نغير البروبرتيز تبعت هاي الماتيريال. أول شيء خلينا ننقي موديل وايزر 2D. حكينا بالدروس السابقة الفرق هون كيف نشتغل ومننقيهم. انا اللي احنا هلا ريسنتلي يوز بروجكت اللي هو الكترومغنتيك ويف، عنده اد. من بعدها رح اروح على ستادي، رح نقي فريكونسي دومين لاني انا بدي بيهمني الالكترومغنتيك ويف. دون هلا بيكون خلقت عندي الانفايرمنت اللي انا بشتغل عليه. طيب الهدف انا هلا اخلق جلوبال باراميتر. كيف؟ روح على المودل بيلدر، مكتوب جلوبال ديفينيشن، فس عليها برجع بس رايت كليك، بيطلع لي بارامتر اللي هون هو جلوبال، في استخدم وين ما بدي، فاريبل، فانكشن. بقدر انا استخدم اناليتيكال فانكشن، جاوسن بولز ورامب ريكتانجلر ستيب وغير ويف فورم. بقدر احكي بفانكشن مع الماتلاب، يعني اكتب فانكشن بالماتلاب وعيط له بالكونسول. بقدر ندخل ايمج واستخدم الثيرموداينامك فانكشن. طيب هلا انا خليني اشتغل على البارامتر. فبنقي انا بارامتر، هلا بيطلع لي هون النيم. شو النيم بدك اياه؟ رح سمي انا W اللي هي الويدث واللينكس، فينا نسميهم WL. الاكسبريشن تاعتها رح اعتبرها انا هلا 5 مايكرومتر، بس 5 اليونت بحطها بين 2 مثل الاري بالماتلاب، 2 كروشيه. UM كانه مايكرومتر، بنلاحظ كتب لي 5E minus 6M، يعني كانه عم يقول لي 5 10 باور minus 6 متر. Length رح اعتبره انا 10 كمان مايكرومتر. هلا خليني انا شو الايرور ببين عندي. رح سمي فاريبل A، اعطيه قيمة 10 واعطيه اليونت مثلا 2. نلاحظ ما ارى اليونت تاعته. ليش؟ لاني انا اعطيته قيمة ما اعطيته يونت. فيني اقول له متر، هلا هو بيحطها متر كيونت، فيني اقول له سنتيمتر 0.1 متر. اوكي طيب خلينا هلا نبلش نخلق الجيومتريك، من بعدها نتعلم كيف نعمل الماتيريال ونغير البروبرتيز تبعت الماتيريال. اوكي بنفتح على الجيومتريك هون رايت كليك، فيني انا هون دغري بلش اخلق البارامتر عندي، او فيني غير اليونت من هون، نقي مثلا مايكرومتر اللي انا بدي اشتغل عليه. جيومتريك رايت كليك، انا رح نقي هلا ريكتانجل، رح اعطيه الويدث هو W والهايت هو L، واليونت مثل ما انا غيرتهم قبل هن مايكرومتر. بعمل هلا بيلد سيلكتد، طلع عندي 00 هو السنتر تاعه، فيني انا غيرهم الكورنر، فيني احطه السنتر هو 00. بيلد سيلكتد اكستندد فيو، هيك بين عندي السنتر تبعي هو 00. طيب هلا انا خليني اخلق سكوير تاني بقلب الهاسكوير، لا اقدر اعطيه قيمه، وهالقيمه تاعته من بعدها بنقي الماتيريال لكل واحد منهم، كل واحد بعطيه ماتيريال شبه. طيب بفز كمان هون على جيومتري رايت كليك، هلا نخلق اذا بدنا سيركل. السيركل راديوس تبعها رح سميه ار. هلا هون رح يعطيني ايرور لانه ما بيعرف شو هي الار، فرح اروح على جلوبال ديفينيشن رايت كليك فاريبل، وانا خلقان قبل بارامتر، خليني فوت على البارامتر دغري اللي الار هي 1 مايكرومتر، طلعت قيمتها هلا دغري. طيب يعني هلا انا لما بجي على السيركل بدي اقول له بيلد سيلكتد اوبجكت، خلق لي السيركل اللي هي قيمتها 1 مايكرومتر. فيني مثل ما قلنا غير السنتر تبعها، حتى كورنر 00، فيني غير الديجري روتيشن، ما بتفرق هون. طيب هلا دل لي انا شو اعمل، زيد الماتيريال يلي بدي استخدمها. فيني زيد ماتيريال من هون، او بشيل لهون على الماتيريال رايت كليك اد ماتيريال، بيخلق عندي هون الكولوم تبع الاد ماتيريال. انا بدي بالبيلت ان، اول شيء رح نقي الاير ماتيريال رايت كليك
add to global material او add to component 1. تقول انا add to component 1. اذا بنلاحظ هلا الاثنين ماتيريال طلعوا هون 1 و 2، ثانيتهم هن الماتيريال تبعتهم اير ماتيريال. طيب رح اعطي هلا للالومنيوم ماتيريال رايت كليك اد تو سيلكتد ماتيريال. بنلاحظ هلا الالومنيوم ما عنده ولا قيمه، ما عنده ولا شيب له علاقه فيه. طيب انا لخلي هلا السيركل اللي هون تكون هي الالومنيوم، فقس علي اول فقسه خلقت عندي هون. هلا اذا بنلاحظ الاير ماتيريال هي بقلبها ال1 والالومنيوم هي اللي بقلبها الماتيريال الثاني. طيب كيف عرفت انا؟ بنلاحظ لما بالاير ماتيريال 1 و 2 كتب لي حده 2 يلي هي السيركل اللي انا عملتها الومنيا يعني الومنيوم، هي مكتوب عليها اوفر رايدن يعني كانه كتب فوقها وبطل خليها مبينه، صارت الماتيريال الثالثة هلا هي الالومنيوم. إذا بنلاحظ أنا فقسنا أنا هلا أول وحدة كتب لي أول وحدة الألمنيوم بيان الثاني. البروبرتيز بيجي على الأير ماتيريال بنلاحظ هون موجود كل البروبرتيز تاعونا كريلاتيف بيرميابيليتي الميو والإبسلون كوندكتيفيتي وكل السبيسيفيك كاركترستيك تاعونا ريفلكشن إندكس وغيره. وإذا بنلاحظ لما بنفوت على الألمينا مات 2 بنلاحظ إنه ستوب ريلاتيف بيرميتيفيتي ريلاتيف permeability والالكتريك كونتاكتيفيتي ما عندهم قيمه. انا بقدر هون انا اعطيهم قيمه. كيف بعطيهم قيمه؟ هلا ما ضل يكون حافظينه، فينا نفوت على جوجل على ويكيبيديا او على اي بوك او اي اكسرسايز نحن عم نشتغل عليه نعطيهم القيمه الموجوده بهالاكسرسايز، وهيك بقدر اعمل لهم سيميليشن، لانه بالوقت الحالي ما فيني اعمل سيميليشن لانه ماني اعطيهم قيمه للبيرميتيفيتي والبيرميابيليتي والكونتاكتيفيتي. وهيك انا خلقت شيب، تعلمت كيف بخلق جلوبال بارامتر او فاريبل او بعدين نتعلم بالتوتوريال الباقيين كيف نتحاكى مع الماتلاب من خلال الكمسل. انا قدرت هلا نقينا ماتيريال لكل شيب عندي، تعلمنا كمان كيف فيني ادخل فاليو هون بكل بساطه وغير بالبروبرتيز. وبتمنى الكل يكون مستفيد من هالفيديو، بتمنى يلي استفاد يعمل لايك وسبسكرايب لماي شانل. ثانك يو.